السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عودناكم دائما نعرفكم عن أفضل المناطق السياحية الجبلية. تاريخ قبائل بني زناسن. تاغجيرت هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم بركان وإداريا لأغبال. شبهت تاغجيرت بالصينية لأنها سهل محاط بالجبال بشكل دائري. مناطق تاغجيرت نوعان، تاغجيرت الحفرة وتاغجيرت الجبل. تاغجيرت ودواويرها. تتكون تاغجيرت من نوعين من الدواوير والمداشر. دواوير تاغجيرت الحفرة وهي الدواوير المداشر التي تحيط مباشرة بسهل تاغجيرت، وهي تاغرابت البوتشيشيون، إشخين، إهلمين، لمهادة، بوحسان. بنهار نتحاتا أو مدور، وأصلهم من قرية العريشة تلمسان، إغرم، بربوشن، جعيلة، إمهراون، الرشايدة، غرماون. تقام وعدتهم تحت الزبوجة القديمة بالمكان المعروف بسيدي سليمان. انجاجرة، إعيادن، حمادن، غيوغن، أحمدونن، بن علال، لوجاجن، ومنهم المصابحة والشمالة وأغيون. بني يحيى. دواوير تاغجيرت الجبل وهي باقي الدواوير المكونة لتاغجيرت. بنهار لفاقة وأصلهم من قرية العريشة تلمسان. أولاد الحاج علي بني تالست. من الأسماء العائلية نجد التالسي بوجنان، حمداني أو الحاج، بهلال وأولاد ناصر، الدوايزة، العظامة، أولاد الشيح، بوعلاين، أزرو وعلو، الرحامنة. أولاد زعيم الذين غادروا تاغجيرت إلى المكان الذي سمي باسمهم، أولاد الكادي، إعلاين وأولاد حساين. تتبع تاغجيرت إداريا لجماعات أغبال، دائرة أحفير، عمالة بركان. أضرحة أولياء والصالحين بتاغجيرت ونواحيها. تعرف تاغجيرت ونواحيها حضورا مكثفا لأضرحة الأولياء والصالحين الذين اشتهروا بورعهم وتقواهم بالمنطقة على مر الفترات التاريخية المختلفة. ومن أهم أسماء الأولياء بتاغجيرت نذكر بعضهم على سبيل المثال لا للحصر. ففي ولاد القاضي يوجد السي بوعلي والسي عبد الله بن عزة، في دوار ولاد بن عزة الجبل، وبدوار بهلال السي أحمد بوبلاد، والسي أحمد أو عيسى بدوار دوز، والسي يحيى الأب بدشرة بن يحيى وابنه السي يحيى بمقبرة بن هارون، والسي عيسى عمران، والسي أحمد أرحمن بتاغجيرت، والسي عيسى بدوار ولاد الشيح، وغيرهم آخرون موزعون على باقي مناطق تاغجيرت، منهم من شهر ببناء ضريح عليه ومنهم من بدون ضريح. إن أولاد زعيم كانوا يسكنون بمنطقة تاغجيرت، وكانت المنطقة مكتظة بالسكان حيث كانت العديد من الفرق تقطن هناك. كأولاد الكادي نجاجرة كان هناك حوالي 7 قبائل تقريبا يحيطون بها من كل جانب، فهي شبيهة بالصينية على شكل دائرة. ولما كثر النزاع هناك تدخل أحد الشرفاء من البوتشيشيين وخاطبهم قائلا: اللي بغى العز يركب الكاف المعقود شك الظهر. فخرج أولاد الزعيم فسموا بذلك. دشرة أولاد الحاج علي هي الحد الفاصل بين قبيلتي بني خالد وبني منقوش لزنازنيتين، وهي مباشرة تحت الطريق العمومية المؤدية إلى عين المو وقرب ضريح الولي الصالح سيدي عبد الله بن عزة ودواره، ويحدها جهة اليسار عين أجرب وأراضي الزاوية البوتشيشية القديمة، وجنوبا واد عزيمان. وأولاد الحاج علي هم فرع من أولاد زعيم المشهورين بالمنطقة، ويشتغل أهل الدشرة بالفلاحة المعاشية وتربية المواشي والنحل واستغلال الأشجار المثمرة، ويتوفرون على معصرة زيتون تقليدية. وعرفت الدشرة هجرات متتالية إلى المدن القريبة كوجدة وأحفير وغيرهما والخارج، وخلت من أهلها ولم يبقى فيها سوى عائلتين من براقيق تاغجيرت وأسرة واحدة من أولاد القاضي. يتبع أولاد الحاج علي إداريا إلى جماعة وقيادة أغبال، دائرة أحفير، عمالة بركان، غابة فروان امتداد لغابة فغال. فروان هي منطقة غابوية من أشجار الصنوبر، وهي بداية غابة فغال الطبيعية أو امتداد لها من جهة تيزي الفقاني، وتتبع ترابيا لجماعة عين الصفا، وتطل على دواوير تاغجيرت أجبل مثل ولاد الحاج علي وبني تاسلت وبهلال، زيادة على دواوير ولاد القاضي وأولاد بن عزة وأولاد زعيم. مدارس تاغجيرت بين الماضي والحاضر.
بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى بني إزناسن، وجدت بني خالد ناساً متدينين محافظين على تعليم أبنائهم أصول دينهم وتحفيدهم القرآن الكريم في كل ربوع الدواوير والمداشر، ثم يرسلونهم إلى خارج القبيلة للمزيد من التوسع والتضلع في العلوم، مما جعل فرنسا تشيد مدارس على الطراز الأوروبي. وأول مدرسة رأت النور أول مرة شيدت في دشرة ولاد الشيح مباشرة فوق عين تريو، إلا أنها اندثرت من خريطة تغجيرت بسبب الإهمال والتخريب. وبعدها بنيت المدرسة الحالية بدوار بن هارن لفاقة، وقد بنيت بالأحجار والإسمنت بمعمار هندسي مغربي. وقد كان المقاول حينها الحاج بالرياح رحمه الله، وبعد مدة عرفت المدرسة الغجيريتية إصلاحات متعددة، إذ بنيت حجراتها بالمفكك، ولا زالت الإصلاحات المحتشمة والترقيعية جارية إلى اليوم. وقد تخرج من مدرستي تغجيرت القديمة والجديدة أطر قيادية في جميع الأسلاك والوظائف كالتعليم والصحة والإدارة والجيش والهندسة، سواء في المغرب أو خارجه. سي محمد بن إدريس البوتشيشي آخر الشيوخ المربيين بتغجيرت. بعد تدمير الزاوية البوتشيشية بتغجيرت من طرف الاستعمار الفرنسي في بداية القرن العشرين، التزم سي محمد بن إدريس داره بدوار تغربت، ومنه كان يوجه المريدين والأتباع وسكان دواوير ومداشر تغجيرت توجيها دينيا وتربويا، ويتدخل في حل أنواع المشاكل الحياتية ويصالح بين الناس. وبقي على هذه الحال إلى أن وافته المنية بمدينة أحفير في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ودفن بمقبرة الشهداء بأحفير. وقد أوصى ابنه السي مرتضى ببناء زاوية محادية لضريح السي علي بوتشيش حسب ما رددته الساكنة، وقد نفذ السي مرتضى وصية والده وشرع في بناء الزاوية. إن كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد.